اليوم باش تبني دار في تونس قداش لازمك فلوس؟ اقل حاجه 80 100 مليون. 80 100 مليون؟ 80 100 مليون هذا كان ما خديتش معناه يقرض. والله قلت لك انا العرسه واحد تو باش يعمل فيني عرسه اقل حاجه لازمته 500,000. 500,000 عرسه واحده. بار حديد ب 33,000. و 12 ب 40. انا مشيت باش نشريه. انا قلت البارح فيني قالوا لي فيني ب 33 دينار وما فماش. معناه يخلصني وقعد فيني السنه باش نجيبوا لك الحديد. بار كوموند هيك. بار كوموند. شكرت السيمان تو فيني ب 12 دينار. البنايه تو ولا ياخذ في 60 دينار. زيد انت صانع نتاعو فهمني 30 دينار هذوما 80,000 الزوز. والله العظيم مازلت توا خارج من مرب. مازلت توا كي كملت الجبه نتاع الدار. ما نحكوش عندك من العرسه من السيناج للميده للعروس للداله. تعرف توا الداله واحد باش يعمل توا داله 100 متر وقداش يتكلفوا له فلوس. ابار رجل عامله 10 ملايين. 10 ملايين 100 ملايين. 10 ملايين. ما تنجمش تبني دار لا فوق دارك ولا في حتى بلاصه. لا في التيران لا تيران لا فوق دارك تنجمش. علاش شكون باش يعطيهم لك؟ منين باش تجيب 20 مليون تعمل دار؟ انا 20 مليون 20 مليون تعمل لك شباب زاز نتاع باب. شو بالرسمي نحكي معك. شو 20 مليون باش تعمل لك دار امبوسيبل. شنو باش تعمل به؟ باش تعمل الحيوط وتصب دارك هاو؟ لازمك اقل حاجه 60 70 مليون حتى 100 مليون. فوق مليون؟ فوق ال 100 مليون. والله الحديد غلا الرمل غلا كل شيء غلا ما عادش حتى شيء رخيص. انا بنيت عندي استوديو باش نبنيه ب 66 مليون ما بطلت عليه. استوديو 66 مليون 60 مليون ما بطلت عليه ما كملتوش. حلم حلمه كيفاه؟ حلم سمع 2022 دار ولد حلمه؟ حلمه الله خير ما يفكوش من 90% على الاقل 90% نتاع كن راس خالص نحكي لك راهو. تمشيش لتراب؟ لا معهم تراب في تونس العاصمه. وين في البلاصه؟ هم شعبي وصل 160 170 تصورك وش تربح 160 مليون؟ اي نعم ترى في الحديد ترى في الدنيا في ترابك حق الحسبه كل شيء بك الحسبه. قل شيء 50 60 كيلو 50 مليون؟ اي نعم. علاه باش تشري تراب وتبني دار وتعمل الداله وكل شيء؟ لا 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 تراب وحده واذا تلقاه ب 50 مليون. تراب بك هاو؟ تراب برك. ليه باش تبني دار؟ انا نحب نبني دار. بارت الحديد كانت ب 6500 طولت ب 40,000. 44 دينار. هاي. اوكي مال الزواري تعرف شو عملوا له؟ حطوه تحت السجن وبدوا يمشوا عليه. ما يخممش باش تعمل حيط، حيط. باش تعملوا ما تنجمش تعملوا في البلاد هذيا. قلت تقدير 200 مليون وشوف مليون ثقافة أنت. 200 مليون؟ هاي 200 مليون هاي. هاي. بالتراب كل شيء جستهم بالضبط. تتكلم 75 مليون مينيموم. مينيموم؟ مينيموم اي. بالتراب هذا ولا؟ لا أنا تراب نتاعك. التراب 300 دينار و400 المتر شنو قلت له؟ اي احسب 100 ب 340 مليون ضم تراب. بابا مش تخيل انت. خلينا نحسبوها انا عمليه حسابيه صغيره. بار حديد بوا 12 وسل 44 دينار. باهي والعادي ناخذوا فيه هذاك ب 33 وما ترقاهوش. اشكارت سيمين 15500 وباش تشري تراب هكاك وباش تبني هكا 100 متر قداش تكلف؟ حب لك 300 مليون. 300 مليون؟ اي. نحب لك 300 مليون، اجي شوف اليد العاملة، اجي المقاول ولا اجي البني يقول له شنو لازمك بالضبط فلوس، يقول لك 150 مليون. خدامة يد عاملة برك، هاي منين باش تجيب العباد؟ منين باش تبني؟ هي أنا عايشين بستر ربي في الكرا والحمد لله اللي ربي يفرج علينا. المرمى عليه سموها مرمى. هي مرمى على جميع الأصعدة، معناها تنفض الواحد من ناحية فلوسه، تنفضه من ناحية صحته. مرمى؟ اسم على جسم. مرمى انا عندي واحد صاحبي فهمني باش يعرس خلي والله العظيم راني داخل على مرمى مانيش داخل على عرس. خي انت تو العرس مرمى ولا مش مرمى؟ رتبالك تغلط المراب جنبك كلمه بحسابها. ايوه على خاطر هي بالحق شيء بالراس اكثر من المرمى. مرمى مش لعبه راه رو سامحني عندنا كلمه شعبيه نقولوا فيها برديل. برديل خايب خلاص راه البناي قبل اليد العامل الخدام كان قبل يخدم 15,000 تو الخدام يخدم ب 30 ومشي تربح، البناية كان قبل 30,000 صناعي المعلمة، تو 60 70 وإذا لزم ياخذ أنا وصلت خدمت خدم ب 80 دينار باش يمشي لي خدمة النهار. شوية كيت كملت روشيكا جبته هو ب 80 ومعاه خدام ب 80,000، هو 80 والخدام معاه 30 110 عمل لي في حكاية سبع أيام فيها بتاع روشيك يعني هذه قريب 800,000، كنت روشيك فارغ راهو فينيسيون يعني أكثر لا أقل. طارت ولد خويا طارت. اليوم دار شعبية في منطقة شعبية قداش تتكلف فلوس؟ أنا قلت لك تكلف مني ما تكلفش تكلف مني في 100 مليون.
بلاصه شعبيه. بلاصه شعبيه واخي ببلاصه في تونس. والله كيما نحكي معاك. يوم الشاب التونسي اللي يحب يستقر يعمل دويره كي كان فيها راسه ونجيبهم 200 مليون. ما ينجمش، ما ينجمش، ما ينجمش، مهما يكون، مهما يكون، ما ينجمش. علاش؟ على خاطر الدنيا صعيبه ياسر وغلوها علينا و اش في يقول لك واحد ما ينجمش، ما ينجمش. الدار اللي ساكن فيها هو وابوه ياخذ معاهم بيت وسلام بالعافيه. لوجيك نحكيو، اي لا لوجيك كما في مصر كما في اي في اي بلدان اخرى. هذاك هو زوز بيوت ساكنين، هو ماخذ بيت وابوه ماخذين بيت، وبنات خوه واولاد خوه في بيت الصاله، وصباح الخير صباح الخير. اي باش يجي علينا الوقت باش نعيشوا كي هذه هذه الحقيقه. الدنيا الاخرى يعمل خير منها، يعمل حتى طياره في الدنيا الاخرى. اما الدنيا هذه اصلا على محمد يمضمض ويحك سنيه بدون تفريس بالكدا. شباب مسيكن هارب تو، ما نجمش يعرس الشباب. شباب ما نجمش يعرس، ما نجمش ياكل في كرشو. باش تاكل بيان، باش تغذي وليد صغير، باش تعطيه غذاء نتاعو كامل باش ما يمرضش، ما تنجمش، ما تنجمش. مول بدن عنده مواصفات عالميه باش يدخل 880 هرمونه ولا ما نجمش، حتى ابوه ما نجمش يعطي لولده 180 هرمونه في النهار. ما نجمهاش، باش تحكي على حلمه والحديد والريق هذاك. شايب ايش؟ شايب انت الدجاج والحوت، احنا بلاد شريط ساحلي، اطول شريط ساحلي في الدول العربيه، وما ناكلوش الحوت. فهمتش انا حسب الشيء هذا اللي راه فيه توا، كانوا يحبوا الكليك لازم يعمل قيتون ويعيش لبرا ولا يهم في الجبل ولا العظيم يعمل خيمه صغيره ولا يعمل اللي هو ويعيش فيها وش يترمى، وربما يطلبوه باش يخلص الاداء نتاعها زاد، مصيبه اخرى راه والله. يا ربك يشدوه، يا ربك يشدوه، عيب راحوا الصيده راه. تلقاه هو مديون ومرته مديونه باش يعملوا محل، هذاك الشيء يملك المحل كله، كلها قروضات وكلها. انت بدارك؟ محل ملكي صحيح، ملك لله كما يقولوا. الحمد لله عليك، ملك لله. قداش تكلفت لك الدار في وقتها؟ انا وقتها تكلفت لي وقتها عند بون تو عندي 20 سنه تو ملي بديت انا دار مش تو راني وقت الغفله. هاني قلت لك وقتها وقت تكلفوا تقدر في حوالي 60 مليون 50 مليون حاجه. وقت الخير بالحق، وقت الخير نقول ما نقولش 50 اقل، استغفر الله مش نكذب حرام علي الكذبه. ما 40 بال 40 هكاك معدل 40 نعرف خاطر نخدم ونجيب الصوب هي كيما نقولوا. انت بابا بنيت دار؟ انا بنيت دار الحمد لله. وقت الغفله ولا تو؟ وقت الغفله جاء عام 78 بابا. مالا شنو وقتها كان المترو 8000 فرنك، تو ب 400 و 500 مترو 8000 كان والله ب 8000. اما تو اخويا شكون مازال يشري التراب؟ اللهم اللي عنده، اللي عنده رزق وعنده ورثه وعنده حاجه كيما هكا. اش بيك الدار توصل فما ديار بمليار ومليار و 700 ومليار واحد. الشباب ربي ربي ينوب عليه. احليل الزوالي واحليل الشباب. قاعد يزيد ولاد معناتها والله ودي الاول قول معرس، اما الثانيه مسكين يستنى بدقيقه ودرج وقتاش. خم مش تبني له؟ ما حبش، ما حبش. شنو ما حبش؟ يبني فوق الدار بتاعي. مش معناتها انا عندي فلوس برشا باش نشيله ولا لا، يعني هذا هو اللي ما حبش. البار حديد 44 دينار، اشكرت سيمين 15500، يقول لك كان عجبك زاد. اي كان عجبك صحيح. الله غالب اخويا ما ينجم كان معناتها يقول قايل معناتها يسكن في كوخ ولا حاجه باش ينجم يواكب التطور وهال وهات وهات وهات. دار تساوي كرامه، ومسكين مواطن تونس منزوع الكرامه، لان المحل نتاعو المحل السكني نتاعو مش متوفر هو حتى باش يكري يوحل تو، مش هو باش يبني دار. هو باش يكري يوحل، خلي باش يبني دار وباش 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 وباش. دار تساوي كرامة، والمواطن التونسي سامحني الأكثرية ما عندهمش كرامة. كرامة نتاعو تم استهدافه. ها استهدافه؟ اي طبعا تم استهدافه. وقت انت تجي تغلي عليا الحديد وتغلي عليا كل شيء، والرئيس يحب يطيح وهم يطلعوا يطلعوا السوم للسماء، ما هي كلها حتى الرعصا في العجلة، راهي كلها مربوطة بالسياسة. برا انت اخترت فلان، انا نعيفك في روحك، نصعب عليك قوتك، نصعب عليك كرامتك، نصعب عليك كل شيء، كلها مربوطة بالسياسة. توك ترى كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء راه كل شيء. ما عندناش خالتين، انا من باجة جيت هنا عندي بوم ونقالة باش نبدلها مازوت باك الحسبة، باش تمشي باك الحسبة، ادخل باك الحسبة، كل شيء غلا وطارت طارت الله يقدر الخير وكذا.